اهلين اهلين اختي، اهلين ام صائر. اهلا اهلا يا دكتور، اهلا فيك، يطول عمرك يا اخوي. ان شاء الله ما في شيء يا ابو صائر. لا والله خيو، بس ودنا من الحبة هذا الطالع الجديد، بقولوا انه المرأة قبل ما تخلف بتاخذ الحبة، بطلع العيل ممتاز محترم، بسمع كلمة امه بسمع كلمة ابوه، وكمان ما بطلع ولا اعتصامات ولا بطلع مظاهرات. ولا همك يا اخي، موجود الحبة واعتبرها هدية لأم صاير. يا اخوي لحقنا، هذا المرة صار لها 15 شهر وبعدها ما خلفت، يعني مدقرة لانه فيها توم. دخلوا على العمليات. ها يا اخوي يا دكتور، طمني راي سيدك. والله مستغرب يا ابو صاير، شغلي غريب، اول مره بصير معانا. هذول اولادك قد ما طلعوا محترمين مش قابلين ينزلوا، كل واحد بقول الثاني لا والله انت بالاول، لا والله انت بالاول، ايش هالشغله هذه؟